بسم الله الرحمن الرحيم. الله بالخير عليكم كلكم حبايبي، ان شاء الله الكل يكون بخير وصحه وسلامه ورحمه من الرحمن الرحيم. لما نيجي نتحدث انه شلون نشكر رب العالمين، مو بس قولا، يعني احنا نعرف طرق الشكر اللي هي باللفظ، اللي هي سبحان الله وبحمده التسبيح، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، باي شكل ممكن تكون. بس إحنا فعلياً شلون نشكر رب العالمين كفعل مو كلفظ؟ لأنه أي شيء ما يكتمل بالفعل النتيجة مالته ما رح نشوفها. لهذا السبب تشوفون أكو هواية ناس يقولون إحنا دا نحمد أو إحنا دا نستغفر، إحنا اليوم على الحمد دا نحكي، إحنا دا نحمد أو إحنا دا نستغفر أو إحنا دا نسبح أو إحنا أو إحنا أو إحنا نقرأ صورة الواقع، بس ماكو نتيجة لأنه الفعل معدوم. فهي شروط تكتمل مع بعضها حتى النتيجة تكون بإذن الله مضمونة مثل ما وعدنا بها رب العالمين. ما شاء الله، ورب العالمين لا يخلف الميعاد. فلما إحنا نيجي نشكر رب العالمين، نشكره على شنو؟ نشكره على شنو؟ نشكره على، هسا أنتوا كلكم تقولون نشكره أول شيء على الصحة والعافية، صحة العين، صحة ما شاء الله الإذن، صحة ما شاء الله الكلام، صحة ما شاء الله الجسد، صح؟ نشكر على هاي الأشياء. زين شلون نشكر على هاي الأشياء؟ صح، نشكر على المال، الرزق اللي عندنا اللي هو رازقنا إياه. شلون نشكر إحنا على هاي الأشياء كلها؟ شنو اللي نسويه حتى نشكره؟ لما إحنا نيجي نريد من رب العالمين ونريد 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 ونقول له يا رب بدنا نذكرك ويا رب بدنا نحمدك، شكد أنت أو أنتي قدمتي رب العالمين من وقتك؟ شكد هو هاي قمنا صلاة الفجر بخمس دقائق، الله أكبر الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم السلام عليكم، ها هذا هو التقديم اللي إحنا نطمع بالأشياء والأحلام والصحة والعافية ما شاء الله، والأشياء اللي إحنا نريدها في حياتنا والرزق. فشكد إحنا قدمنا من وقتنا؟ ساعة قمنا قبل الفجر بساعة، ربع ساعة، على قد ما إحنا نقدم على قد ما راح تيجي المعجزات والعطاءات. هل إحنا نحمد رب العالمين على صحتنا بالنوم؟ ها؟ نحمد رب العالمين على نظرنا نغمضها وننام لو بعدم غض البصر؟ نحمد رب العالمين على أذاننا وسمعنا أنه نسمع النمو النميمة والاختياب؟ نحمد رب العالمين على أنه إحنا نقدر نحكي عن الناس ونذم ونقذف وكذا، وهاي هيك قاعدة علي وأنا لازم أجاوبها؟ ها؟ شنو اللي إحنا سويناه بالحمد هذا؟ غير المفروض نحمد رب العالمين بصحتنا وعافيتنا ما شاء الله، نقوم الليل إحنا بصحة وعافية، من عاش تقيا عاش قويا. إحنا مو لما يصير عمرنا 80 و90 ولما نعجز ولما كذا نقول هسا إجا الوقت الكل لازم المسبح ويسبح. الدكتور محمد راتب النابلسي الله يطول بعمره ويبارك له قال قصة، قال أكو عنده صديق شيخ عمره 90 سنة 95 سنة، قال هذا الشيخ ذاكرته مثل الحديد، يعني شنو أقولكم، يتذكر هذا ابني وهذا أخويا وهذا ما أدري منه وهذا كذا ما شاء الله، ما بي ولا مرض. فيقول الدكتور سألته قلت له شنو أنت سبب هيك ما شاء الله صحتك، شت تأكل؟ قال لا أكل ولا أشرب، من عاش تقيا عاش قويا. أنا لما كنت بقوتي وصحتي كنت أحمد رب العالمين على هذه القوة وعلى هذه الصحة بقيام الليل، أحمد رب العالمين على المال بالصدقات، أحمد رب العالمين على النظر بغض البصر، أحمد رب العالمين على السمع بعدم سمع الاختياب والنم، أحمد رب العالمين على اللسان وأني دا أقدر أحكي أنه ما أقذف الناس وما أحكي عن الناس حتى لو هم حاكين علي كظم الغيظ. فأتمنى نراجع نفسنا ونشوف إحنا شلون اليوم حمد رب العالمين قيام الليل بدعوات مستجابة لا تخطأ. كانوا دائما يقولون كلمة وحطوها ترشية بإذنكم، سهام الليل لا تخطأ في مال الله.